مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم، نحييكم في هذه الأمسية الاستثنائية الجميلة في منافسات سن الثنايا مع الأشواط المفتوحة ومع هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة وضمن فعاليات السباق المحل الرابع. نصل معكم متابعين الكرام مع انطلاقة سادس الأشواط المسائية. شوط يخص القعدان والمسافة هي 6 كيلومترات. نتابع هذه المنافسات المسائية مع سن الثنايا مع هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نصف لكم هذه المنافسات والتحديات في عالم الأصائل. نتابع هذا الشوط ونذهب مباشرة مع المقدمة مع الصدارة. هذا هو عجلان مشاهدينا الكرام في مقدمة الشوط، من ينطلق في أول ندى من هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، من يتابع الانطلاق من عجلان على مقدمة وصدارة هذا الشوط. بينما النقلة إلى المركز الثاني يتواجد شعار هجن الشحانية، ويتواجد ضامي في ثاني المراكز بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا ضامي في المركز الثاني. أما على ثالث المراكز فنتابع الاسم القادم والواصل غازي محتلا لثالث المراكز في هذه اللحظات، وينطلق بشعار هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المري، من يقدم الانطلاق من غازي في المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الاسم المتقدم والواصل في هذه اللحظات، هذا هو موفق، وصل وخذ المركز الرابع مع هذه اللحظات الجميلة من هجن الشحانية. يضمن البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا موفق مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع القدوم والتحرك من الكوكب الواصل في هذه اللحظات الجميلة من هجن الشحانية، وبمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري يقدم لنا الكوكب هنا مع هذا الانطلاق في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمسة المتقدمة التي تنطلق بأول ندى في منافسات هذا الشوط وتحدياته الجميلة. عودة إلى المقدمة إلى الصدارة مع الانطلاق الأول والاندفاع الجميل. ما شاء الله، عجلان عجلان في مقدمة هذا الشوط بشعار هجن أم الزبار يتقدم مع البداية مع الصدارة الأولى. ما شاء الله، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم لنا عجلان مع الصدارة مع البداية مع المركز الأول بالحضور الجميل في هذا المساء بشعار هجن أم الزبار في مقدمة وصدارة الشوط. بينما في المركز الثاني مع ثاني المراكز انطلاق من شعار هجن الشحانية بحضور ضامي في المركز الثاني، وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع هذا الحضور من ضامي في المركز الثاني بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية. وفي المركز الثالث ما شاء الله، التواجد هنا أيضا من غازي في المركز الثالث هو الآخر يحضر بشعار هجن الشحانية، ولكن مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري من يقدم لنا غازي في المركز الثالث. المركز الرابع ما شاء الله، الوصول من موفق والتقدم في هذه اللحظات الجميلة من هجن الشحانية. البرنس من يقود في عملية التضمير جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا موفق في المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الاسم المتقدم والمنطلق هنا الكوكب بشعار هجن الشحانية، والصامل فاران بن محمد بن قريع المري من يتابع في عملية التضمير. ندانا الثاني للأسماء الخمس، ندانا الثاني للمراكز الخمسة المتقدمة التي تنطلق بالصدارة، ولكن هنا أيضا الأسماء القادمة مع هذه اللحظات الجميلة بدأت أيضا تتحرك نحو الصدارة لنتابعها في هذه الإثارة المسائية في منافسات سن الثنايا، في انطلاقات سن الثنايا مع 6 كيلومتر ومنافسات السباق المحل الرابع في أمسية جميلة على ميدان التحدي على ميدان الشحانية. والمنافسة والتحدي والإثارة تحضر هنا دائما في عالم الأصائل. إلى المقدمة نعود وإلى المركز الأول وإلى عجلان الذي يسير بعجل بهذا الانطلاق في المقدمة نحو الصدارة نحو الناموس، يتواجد بشعار هجن أم الزبار، والمتابعة مع ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني اللي قدم لنا عجلان مع الصدارة بشعار هجن أم الزبار
في مقدمة هذا الشوط وفي المركز الثاني. ما شاء الله هنا التواجد والحضور من ضامي 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 بشعار هجن الشحانية المشاغب من يقود في عملية التضمير. محمد بن خالد العطية يقدم لنا ضامي بشعار هجن الشحانية في المركز الثاني. وهنا نتابع أيضا المنطلق غازي مع ثالث المراكز من هجن الشحانية والصام الفاران بن محمد بن قريع المري يتابع هذا الانطلاق من غازي في المركز الثالث. المركز الرابع تابع التقدم التحرك الجميل من الكوكب الواصل بشعار هجن الشحانية وأيضا بقيادة الصام الفاران بن محمد بن قريع المري يقدم لنا هذا الانطلاق من الكوكب في المركز الرابع. المركز الخامس قادما في هذه اللحظات أدهم حاضرا بشعار هجن الشحانية يتقدم في أول ندى مشاهدين الكرام محتلا خامس المراكز وأيضا بقيادة الصام الفاران بن محمد بن قريع المري. هذه النتيجة هذه الأسماء الخمسة المتقدمة ولكن سرعة الشوط بدأت تزيد مع هذه اللحظات الجميلة. هنا الأسماء اللي بدأت تتدخل بدأت تتقدم بدأت تحضر في هذا الانطلاق الجميل ولكن نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى البداية الأولى. عجلان في مقدمة الشوط مر وعبر مع لوحة الألف والخمسمائة متر يسير بهذا الانطلاق الجميل يتواجد بشعار هجن أم الزبار يضمره ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يقدم لنا عجلان بهذا الانطلاق الجميل بهذا الحضور المشرف حتى هذه اللحظة منذ النداء الأول وهو البطل الذي يسير في القمة يتواجد مع سكان البداية 1200 عن خط نهاية الإثارة المنافسة الأمتار تتناقص هنا مع هذه الأصايل. نتابع المركز الثاني شعار هجن الشحانية والمنطلق والحاضر هنا غازي 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 في المركز الثاني من هجن الشحانية والصام الفاران بن محمد بن قريع المري من يديره في عملية التضمير. الكيلومتر الأخير تقدم من أدهم واصلا بالأداء الممتاز من هجن الشحانية الصام الفاران بن محمد بن قريع المري يتابعه ولكن ارصد واضح واضح الواصل والذي بدأ يسير مع هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية يتقدم بالأداء الممتاز بقيادة الشبل جابر بن سالم فران المري ونتابع الفايز. وصل الفايز في أول ندى من هجن أم الزبار الصارم محمد بن برقان بن مقارح من يتابع هذا الانطلاق من الفايز الواصل بهذا الانطلاق الجميل ولكن وين الصدارة. الله 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 عجلان 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 بمقدمة الشوط. يا سلام العصم غروزة في الأبطان دفع ذاتي وأداة تلقائي في اللحظات المثيرة. شعار هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يسجل تواجد آخر في هذا المساء مع سن الثنايا وبشعار هجن أم الزبار مشكور يا الشهواني. الله 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 تابع العرض شاهد هذه الانطلاقة في اللحظات المثيرة. عجلان 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 البطل المتوج سلام هجن أم الزبار سلام تهانينا لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني على الفوز مع عجلان بشعار هجن أم الزبار والعرض الكبير في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس. المركز الثاني يأتي الوصول مشاهدين الكرام في ثاني المراكز من واضح من هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم فاران المري. ثالث المراكز الفائز من هجن أم الزبار مع الصارم محمد بن بخيت بن فرقان. المركز الرابع وصل مشاهدي الأعزاء أدهم من هجن الشحانية مع الصام الفاران بن محمد بن قريع المري. وخامس المراكز من وصل في خامس المراكز الطيار من هجن الشحانية ومع الصام الفاران بن محمد بن قريع المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في منافسات هذا الشوط ولكن كان عجلان البطل عليه الرقم واحد أولا من وصل إلى خط نهاية متوجا بناموس هذه الانطلاقة قاطع الستة كيلومتر في زمن وقدرة 9 دقائق 27 ثانية 85 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني المسجل مع عجلان. تهانينا لهجن أم الزبار ولمضمره ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الأعزاء من واضح بشعار هجن الشحانية بتوقيت زمني وقدرة 9 دقائق 33 ثانية 59 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم فاران المري. بينما ثالث المراكز من وصل مشاهدين الكرام الفايز وتوقيته الزمني 9 دقائق 33 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار وللصارم محمد بن بخيت بن برقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا